الأستاذ محمد المراكشي. محمد المراكشي يعني مؤطر مؤتمرات وكذلك يعني بعض الصفات الأخرى اللي ذكرها لنا، تفضل. رئيس جمعية باسكت فوندوف في فرنسا ومؤطر في جامعة الرياضة في مدينة نانسي اللوران. نعم، أضفت الندوة المتعلقة بدور الرياضة والأدوار الاجتماعية ديالها، يمكن طلعنا على بعض الجوانب التدخل. كانت عندي فرصة البارح باش نشوف هاد الشباب اللي تاهما مطوعين وباغيين يخدموا مع الدري الصغار، ولكن في إطار تربوي باسكو النظرة اللي عندنا على الرياضة شي مرات كنساو شنو هو الدور الأول ديالها. الدور الأول ديال الرياضة هضرنا على الدور ديال الاجتماعي، دورنا على التربوي، على الدور ديالها الصحة، الدور ديالها ديال لا بريفونسيون باش الدراري ما يبقاوش في ظروف سنقي، وعطينا واحد الأمثلة اللي واحد التجارب ديال كنا درنا سينا في فرنسا، وميم عطيتو ميم امثله نتاع شي سؤال شي واحد الورشات وواحد المجهودات كانت دارتهم واحد القريه تسميه واحد الجمعيه سميتها القريه مشي لسله، باش الاخوان ما يقولوش باللي هذا الشيء كاين غير في فرنسا كاين ميم في المغرب، وهاد القريه كانوا استافدوا وكانوا اجتهدوا بهاد التجارب اللي كنا درنا في فرنسا. نعم، هو اخص ان هناك حاجيات يعني بعض فئات يعني المهمشة في الهوامش ديال المدن هي اللي خصها تدخل يعني المجال الرياضي، لان كيكون مارجيناليزي، كاين مجموعه ديال المشاكل. انا كنعرفوا دائما الرياضه كانت دائما كتخرج الناس من هذه الصعوبات الاجتماعيه. دابا النظره ديال الرياضه في المغرب عندها شويه نظره واحد سلبيه مع هذا الشيء اللي كاين، النتائج ديال المنتخبات وداك الشيء، دونك خصنا نقولوا ما نساوش باللي شنو هي التاريخ ديال الرياضه. التاريخ ديال الرياضة في كل البلدان ومن لحد الآن هو تربوي، كاين زيرو كيقولوا 0.05 ديال البورسونتاج ديال الناس اللي كيكونوا أبطال، والناس الآخرين اللي كيديروا الرياضة شنو نديروا بهم؟ خاصنا نوليو للواقع ونوليو لواحد النظرة رياليست بارابور بور المجتمع ديالنا، باللي الرياضة هي وسيلة تربوية. نعم، وسينفيد هاد يعني اللي بغينا نقولوا الجانب النظري والاستراتيجي ديال الرياضه، وداك الشيء كيبقى هناك محيط ديال الرياضه اللي هو كنلقاو مجموعه ديال العوائق، سواء على مستوى اللوجيستيك، على مستوى البنيات، على مستوى الدعم، على مستوى الجانب الثقافي بنفسه لانه يؤثر في النظره ديالي. المشكل هو مشكل التكوين. الرياضه بحال التكنولوجيا، بحال كاين ميادين اخرين اللي كانت فيهم واحد تنمى وديفلوبا، وحنا في الرياضه ما بقينا في ذاك المستوى القديم ونسينا كي نديرو نطوضو. ما كاينش مؤطرين، خاص دي غوفرنور، خاص الرياضه الا كانوا محتاجين ادارات اعماليه بحال اداره بحال المقاولات وهما اللي يقول لك اودي عطيو واحد الاستراتيجيه ولكن استراتيجيه احترافيه. دابا كنشوفوا باغ اكزومبل في الناس اللي كيسيروا كاين الرئيس وكاين رئيس الملكي الكاتب، ولكن لا ديفيرونس ما بين البلدان الاخرى هما احترفوا التسيير. التسيير عندهم واحد مدير التسيير، عندهم مدير الماليه اللي هو ماشي هو التريزوري، وحنا هادشي نسينا كاين دي بينيفول اللي يجيو وكم سبور الى تنمى ولا عنده هادشي ديال البروفيسيوناليزم ولا الاحترافيه ولا عنده هادشي ديال الماركتينغ ولا عنده هادشي ديال التدبير وداكشي، حنا نسينا هادشي. وشي مرات كيقول لك حنا نسينا هادوك الجمعيات الصغار، باسكو ما كانش الواحد اللي كيجي في التسيير شنو كيقول لك؟ كيقول لك دوك الجمعيات الصغار هما اللي كيديروا الخدمه مزيان، هما القاعده. نتكي على القاعده ومن بعد هما اللي يقدر يعطيونا من بعد المدن الكبار ولا الفرق الكبار، وهاد الجمعيات الصغار كيديروا واحد العمل جاد. علاش؟ باسكو انا نبغي امكانيات صغار. فاش كيكون عندك امكانيات صغار كتبقى تجتهد، خاصك تجتهد باش توصل. وانا هو اللي هذه هي الرساله اللي كنت باغي البارح في وجههم، قلت لهم الاجتهاد والاسترشاد بالتجارب الناجحه والتجارب المبدعه كاين الطموح، كاين الاراده، كاين لا باسيون، دونك خاصك تلقى لها الحل. الحل باش كيجي بالقلب وكيجي